ومتابعة لشأن الليبي ينضم إلينا مباشرة من تونس الخبير في شؤون الليبية غازي معلا. أستاذ غازي صباح الخير. صباح النور. ما هي قراءتكم بداية لتصريحات وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة التي أكد من خلالها أن المظلة الأممية ضرورية لإطفاء الشرعية على أي حل للأزمة الليبية؟ صحيح السيد الوزير كان واضحا وصريحا وذهب مشددا الهدف، يعني لا يمكن ان يكون هناك حلا مستداما للملف الليبي وخاصه الازمه السياسيه والامنيه في ليبيا الا بغطاء اممي، هذا لا جدال عليه. وايضا نتذكر جيدا المرحله التي مرت بها ليبيا خلال السنتين الماضيتين او الثلاث سنوات الماضيه عندما حاول برلمان الليبي انشاء حكومه ما يسمى بحكومه السيد فتحي بشاغه، واخذت المصادقه من البرلمان ولكنها لم تاخذ المصادقه او التغطيه او التزكيه من مجلس الامن والمجتمع الدولي، وبالتالي فشلت هذه الحكومه وبقيت حكومه السيد احمد بيبه هي التي تسيطر على الوضع في طرابلس. اعتقد هذا اكبر دليل على انه الغطاء الاممي والعمل الاممي والمجتمع الدولي ومجلس الامن هو الغطاء الاول والاخير لاي عمل سياسي يحدث في ليبيا مهما كان المساعي سواء كانت دوليه او اقليميه او عربيه. هذه المساعي مطلوبه ومحموده ولكن طيب. لابد لها من غطاء دولي. طيب الان كيف ترون دور الامم المتحده في هذا السياق، يعني فيما يتعلق بالازمه الليبيه؟ حقيقة الأمم المتحدة والبعثة خاصة في ليبيا لديها يعني بعض التعثرات، خاصة بعدما كان المبعوث السابق السيد باتيلي كانت له بعض التعثرات في أنه لم يصل إلى حل سياسي أو إلى طاولة حوار ممكن أن تجمع جميع الأطراف السياسية الليبية لإيجاد مخرج لهذا المأزق. نعرف جيدا أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف بين ظفرين، هي حكومة وطنية لكن الحكومة كان مطلوب منها أن تقوم بانتخابات، ولكن هذه الانتخابات تأجلت مرة واثنين وثلاثة، وبالتالي هذه البعثة الأممية كانت مطالبة بأن تساعد الأطراف الليبية الوصول إلى الانتخابات، ولكن للأسف الشديد البعثة بممثلها السابق السيد باتيلي كانت لم تكن لديها القدرة للوصول إلى الانتخابات، وبالتالي اليوم المبعوث أو المساعدة الزيدة أو المستشارة للأمين العام السيدة جوزيف خوري لديها مهمة صعبة وصعبة جدا، وهي الآن تحاول أن تتصل بجميع الأطراف الليبية والدولية والإقليمية لتوفير كل الشروط ومتطلبات الوصول طيب. إلى حل سياسي يرضي الجميع. الآن كيف يمكن للمغرب أن يستفيد من دورها الدبلوماسي في الملف الليبي لتعزيز مكانته الإقليمية والدولية؟ صحيح المملكة المغربية يعني مساعيها في الملف الليبي ثابتة وراسخة وقديمة منذ اتفاق الصخيرات الذي لغاية هذه الساعة الأوسط الليبي يعيش بتداعيات هذا الاتفاق. اتفاق الصخيرات هو الذي جنب ليبيا حربا أهلية طويلة الأمد ممكن أن تأخذ ليبيا إلى متاهات بعيدة جدا، وبالتالي هذا المنجز وهذا الإنجاز العظيم الذي حققته المغرب بمساعدة المجتمع الدولي والأطراف الليبية يبنى عليه، وكذلك اتفاق بوزنيقة. كل هذه الاتفاقيات التي حدثت في المغرب وكل العلاقات الودية والعميقة والطيبة التي تتمتع بها الدولة المغربية المملكة المغربية مع جميع الأطراف الليبية هي الآن تحاول أن تستغلها وتؤثر في الجانب الليبي للوصول إلى نتيجة إيجابية. المغرب لديه علاقات جد متطورة مع جميع الدول الغربية وبعض الدول العربية أيضا، وبالتالي لابد للمغرب وهو ساعد في هذا المجال أن يكون له الدور الأكبر في إيصال ليبيا إلى بر الأمان. نعم، بوريطة أوضح أيضا أنه من منطلق تعليمات جلالة الملك محمد السادس يجب أن يكون هناك تحرك للمغرب في إطار الملف الليبي، يجب أن يكون دائما بالتشاور وبالتنسيق مع الأمم المتحدة. ما مدى أهمية هذا التنسيق والتشاور بين الجانبين في إيجاد حل للأزمة الليبية؟ أكيد الأمم المتحدة والبعثة لديها خطة عمل، ولكن هذه الخطة عمل تبقى دائما منقوصة، لابد لها من ذراع دبلوماسي إقليمي قوي، والمغرب هي الدولة القادرة الآن بنظرا لخبرتها في هذا الملف أن تكون إلى جانب الأمم المتحدة في مساعدتها للوصول إلى
إلى حل في أسرع الأوقات. الوضع في ليبيا صعب وصعب جدا، وينذر بانفجارات سياسية وأمنية وعسكرية، وبالتالي المغرب تحركت في الوقت الأساسي في الوقت المطلوب لمد اليد للجانب الليبي من ناحية، ومد اليد للجانب الأممي لمساعدتهم كما كانت نعم. كما فعلت سابقا، وبقى لديها الرغبة دائما برعاية جلالة الملك للأصول إلى حل سلمي يساعد الليبيين للخروج من هذه الأزمة ويريح المنطقة، لأن ليبيا هي جزء لا جزء من هذه نعم. المنطقة، واستقرار ليبيا واستقرار كل المنطقة. طيب، ما هي الآن التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه ليبيا حاليا، وما هو دور المجتمع الدولي في هذا السياق؟ الحقيقة ليبيا لديها أزمة عضوية كبيرة جدا، وهي انقسام المؤسسات، المؤسسة الأمنية نعم. المؤسسة العسكرية، حتى الحكومة، هناك حكومتين الآن يتنازعان الشرعية والسلطة في ليبيا. الخطوة الأولى لابد من توحيد المؤسسات وإيجاد حكومة وحدة وطنية فعلية حقيقية تقود البلاد إلى انتخابات، هذا أولا. ثانيا لابد من نزع فتيل الصراع العسكري الخفي في بعض الأحيان، وخاصة فيما يخص بعض الميليشيات، لأنه المؤسسة العسكرية بدأت تتعافى تدريجيا وتذهب نحو التوحيد التام. أيضا المؤسسة الأمنية لابد أن تكون مؤسسة أمنية واحدة وبقيادة حكومة واحدة. هذه التحديات الأمنية والسياسية. من ناحية ثانية، البنك المركزي الآن يريد أن يكون لديه الكلمة الفصل في ما يخص المصروفات والميزانية وما إلى ذلك، وهذا الموضوع لابد أن يكون بالتشاور مع جميع الأطراف الليبية وخاصة مع المنظومة الدولية. نعم. هذه كل هذه المسائل تتطلب دعم أممي وتطلب دعم إقليمي، وتطلب أيضا مساعي حميدة لشخصيات عربية وخاصة مغربية لديها المعرفة والدراية بهذا الملف بكل تفاصيله. من تونس الخبير في شؤون الليبية غازي معلا، شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات.